بطه بالمرته. يعني ايه بطه بالمرته؟ يعني بطه ببصل، المرته دي بصل، بصل كتير بملح وكمون، ياخدوا لها قد كيلو بصل او اكتر، نقطعه حلقات كده، اجيب اخد معلقه سمنه، انا حاطه على ايه، على النار ميه بتغلي، حله كبيره هنشيل البطايه عشان هسلقها بعد ما احشيها، وطبعا الميه لما تغلي هحط لها الورق اللور والحبهان والبصلايه وطماطمايه وجزرايه، دول بس لما الميه تغلي انزل فيهم كل الكلام ده عشان طعم الشوربه يبقى حلو. ماشي، ننزل البصل كده كله، ملح، كمون بقى، كمون كتير، معلقة كبيرة، طماطمية كده وبصلاية، من كل واحدة واحدة كده. بحشيها قوي بالبصل كده، ده بقى اللي بيديها الطعم الحلو بقى. اكتفها وانزلها في الميه المغليه خلاص كده. ماشي، دي بقى بطعم بعد ما سلقت، بدهنها بالسمن كده. ماشي، واحط لها ملح وفلفل، شويه ملح كده وفلفل اسود، يعني سمنه وملح وفلفل فقط لا غير. بصوا كده، هدخل بقى البطه الفرن عشان تتحمر، وهحمرها على الناحيتين يبقى شكلها حلو كده زي اللي ايه بتشتروها اللي بتشوفوها في التلفزيون، مش بنشتريها. ايوه كده، بسم الله الرحمن الرحيم.